السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين قناة ربحك عندنا. للأسف في شخص اخترق الإيميل بتاعي امبارح واستولى على كام موقع وسحب الفلوس من كام موقع كنت بجهزهم لعمل الفيديو. الموقع ده كنت أنا مستثمر فيه حوالي 30 دولار، كل الفلوس اللي كانت معايا حطيتهم في الموقع ده، وللأسف قدر ان هو يستولى على الموقع وما قدرتش ان انا اخش عليه او ارجع الحساب تاني لانه غير الايميل وغير الباسورد. موقع الروبوت برضو ما عرفش يستولى عليه بس قدر ان هو يسحب منه الفلوس. مش عارف ليه الناس بتحب تأذي الناس. انا بحاول ان انا اعلمكم حاجة تربحوا منها بدل من واحد قاعد على الفيسبوك مش مستفاد بحاجة، ولا قاعد على القهوة، ولا قاعد على حاجة. فبنحاول ان احنا نوريكو حاجة ممكن تربحوا منها، ولو انتوا قدرتوا يعني تبقوا في الحاجة دي ممتازين وتقدروا توصلوا لدرجة كويسة هتقدروا تحققوا منها ارباح حلوة بمجهودكم، مش ان انتوا تدوروا على اذية الناس وتخش على ايميل الناس وتسرقوا حاجات الناس. عامة حسبي الله ونعم الوكيل، فيه ربنا ينتقم منه وإن شاء الله يصرفهم على العلاج. هقول ايه يعني؟ مش هقدر اقول غير اكتر من كده. وخلي بالكو يعني اي حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب يخلي باله ويحذر جدا من ان هو يظهر ايميل او باسورد او رقم البن التحقيق. كل الحاجات دي المفروض تبقى مخفية بس للأسف أنا كنت مش حاطط، يعني هو أنا كنت سايبها عادي والحمد لله على كل شيء. وهو ده كل اللي حصل، وحبيت بس أنوهكم وأحذركم من أي حاجة زي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.